صباح الخير. مسكت القمر فاق هاد الصباح البارح، بيتي راسي كيطنطل ليا تيقول لي بوكلي شعرك. شحال دينيت ما بوكليت شعري. ايوا هاد اللعيبه هادي كنت خديتها العام اللي فات من بيم، وكنت حسنت شعري. راكم عرفتوا العام اللي فات كنت حسنت شعري وما كنت ما بقيتش صايبت بها. البارح كنقلب شي طبق شي تخنديش عندي في البيت ونلقاها، وانا نقول جات الفرصه انني غادي نجربها معاكم. وانا نين بوكلي هاد الشعلانه الشعكه كنبدلها شويه ستي، حيت المهم هادشي هذا هو كيفاش كيجي. انا الصراحه راه ما عارفاش كيفاش كتخدم باش نكونوا مفاهمين، واجيو نجربوا هادشي. اول حاجه درتها هي فرقت شعري بحال هكا من النص، وغادي نبدا نبوكلي لتحت نشوف واش حتى غيصدق ولا لا. المهم انا درت هادي الصغيبه القطابيه تنشوفو هادشي كيفاش. انا نورمالمون كنبوكلي شعري بالبلاك، الا ما عجبتنيش هادي غنبوكلي نكمل بوكلي شعري كامل بالبلاك. البنات شوفوا البوكل كيفاش خرج، هي زوينه الصراحه، ولكن هادي خاصك تبوكلي بها شعر طويل ماشي شعر قصير. نكمل بالبلاك نو بارت. البنات راني ساليت، واش بغيتوا تشوفوا النتيجه؟ انا نوريكم النتيجه وتقدروا تنمروا نتوما كما بغيتوا. المهم غنخليكم لي كومونتير خاصه بالتنمر، غتقول لي لما جيت كنشبه رجعت بحال دوك الايام الدير قديمه ناري حالتي ويامي. المهم انا غنوريك، انا عارف راسي حالتي بلا ما تجي شي حاجه تقولي لي في كومونتير. انا نوريكم واحد جول، وها انا اختي صاحبتي. دابا مشكله كيصحاب لي شعري غادي يرجع بحال دوك اللي كنشوف في بينتريست وداك الشيء، ولكن المشكل هو انه شعري انا قوي، شعري كتير، شعري هاد المرة ماشي ديال بوكلي، شعري قوي ما خرجش ليا بحالهم. هما شعرهم خفيف كيخرج ليهم زوين، ولكن حتى انا جاني زوين باش نكونوا فاهمين. حتى انا عجبني وكيبان شعري كتير، هو اصلا كتير وزاد ولا كتير. هاي بنت لاكوب دابا زوينه فاش صايبتو بوكلي. مهم انا غنخلي اليوم هكا حتى الغدا ان شاء الله عاد غنصايب به شي مشيطه، زعما غادي ندير شي مشطه. ها نتوما راه هادو كيتفرقوا، غير هو فاش كندير كيبقى طايح ليا على عينيا. هذاك الشيء علاش درت ليه هكا، داك الشيء علاش درت ليه هكا مع خوتو باش كلشي يتجمع ويولي داك الشيء هكا. المهم الدار كيخملو كل واحد وهمو. مهم قولوا لي كيفاش جيت. انا الصراحه عجبني، غنشوف نشوف اش غندير ليه شي حريره نحال حالها، نزيد ندير شي حاجه. هاد الفيديو ما قلت فيه حتى شي حاجه مفيده، ما عرفتش علاش، ولكن صافي تطب خير. اجي نوريك شنو لبست ماما. هي شنو لبست؟ ما لبست شي حاجه، زعما لبست قبيه كحله سروال في النواغ، وهذا وهاد لي زيسبا هادو كيجيو هكا. مهم صافي انا ما عرفتش اش كنرتاح في هاد الستيل هذا بزاف، كيعجبني. تقول لك الساك مغطيه به الكرش. اوكي المهم صافي هادشي هو اللي لبست. قولي كيف جاني هاد الستيل هذا. باي البنات. عرفتي واحد التدويشه يا سلام، حسيت براسي ارتاحيت. غادي نشرب الدواء هو الاول. دابا غادي ندوزو باش نيدغاطي وجهي، عاد نمشي نشف شعري. البنات اللي كيسولوني على ترطيب الوجه، وجه هنا كيتقشر في هذا البرد، وجه هنا نشف في هذا البرد وداكشي كامل. بون بالنسبه للبنات اللي وجههم كيتقشر وناشف، على حساب كل وحده البشره ديالها. البنات اللي البشره ديالهم دهنيه ومختلطه، كاينه هذه البنات لا كريم ليجير ديال كاربي ديرماتولوجي، هذه خفيفه على البشره. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه، راكم عارفين حنا اللي عندنا بشره دهنيه راها كتغطي راسها براسها، ملي كنحتاجوا ايضا الترطيب. فوالا كاينه لا كريم ليجير خفيفه على البشره، هذه خاصه للبشره الدهنيه والمختلطه. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره عاديه وجافه، كاينه هذه لا كريم ايدغاتون غيش،
هذه هاد الغيش هذه البنات هذه خاصه بالبشره الجافه والعاديه. البنات اللي عندهم بشره فريمون جافه ولا لا بو ديالهم عاديه ياخذوا هذه، هذه راها خاصه لكم، هذه راها البشره العاديه والبشره الجافه. البنات اللي البشره ديالهم بحالي دهنيه اولا البشره ديالهم مختلطه ياخذوا هذه اللي كنستعمل انا، نتوما كتشوفوا خفيفه بزاف على البشره وكتضغطي لنا وجهنا مزيان وكيصبح وجهنا رطيب وبيان يضغطي. وراكم عارفين دابا البرد خاصنا ضروري نرطبوا وجهنا نرطبوا يدينا نرطبوا لو كور ديالنا. شوفوا ها نتوما دغيا دغيا كتابسور يعني ما كتبقاش لينا طبقة في البشرة ديالنا دغيا، غير اون فوا كنماسيوها كتدخل لينا في البشرة وخفيفة فغيمون خفيفة على البشرة واعرة بزاف. هاهي البنات ديال بجوجهم ديال قلبي ديغماتولوجي. وبالنسبة للمعكازات اللي كينساوي إيدغاتيو لابو ديالهم فخدو لاكخيم 72 ساعة يعني تإيدغاتي وجهكم مرة في 3 أيام ولا مرة في يومين، هاديك كتبقى شادة ليدغاتاسيون ديالها. ترطيب البنات مهم 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 بزاف هاد البرد هذا، اي حاجه درنا على وجهنا كتبان ليس وزوينه سواء فونديشن سواء اي حاجه ما كتبقاش وجهنا كيبان مقشر ومحشف محشلف ومحشفش. دابا غادي ندوزو لصحابات عينين الطاندا، صحابات الزرقية تحت العين تله تباتي سهرانة ستكستكلا لو دار السلطان غالية وهكا لستغن عندك تل هنا والصباح درق يوم بأنتي استغنوا بودر قلسي 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 طلطلي، ها هو الحل. هادي اونتي سيرين ديال قلبي ديغماتولوجي كنديروها في الصباح وفي الليل، هادي فيها الكافيين ونياسيناميد كتحيد لينا لا سيرين لا غيد وحتى لي بوشاليل. هاي البنات هاي حبي. اول حاجه القشره ما بقاتش اختي، شامبو اللي درت البارح دقه بطله، هادشي اللي غنقول عليه الله يرحم لي الوالدين من هاد المنبر. هذاك شامبو انا اختي شوف اختي ما كاين انا قشره لا والو، درتو البارح وما نشف ليا لا شعري لا حتى شي حاجه، غسلت به جوج غسلات ما بقات لا قشره لا حتى شي حاجه. شعري ها هو من مورا البروتين واخا متضرر ولكن الحمد لله تعالج. ها نتوما دابا اليوم عندي سيونس، واش عرفتوا مع من هاد لا سيونس غادي تكون؟ شكون الكوتش ديال اليوم؟ لا سيونس مع من غدوز اليوم؟ مع ماما. حلات ليا اليوم غادي نتريني مع ماما، شحال اللي ما عارفينش تكره ماما راها كوتش ديال سبور. اليوم غادي نتريني معاها، شحال هادي ما ترنيتش معاها سنوات، هادي ما ترنيتش معاها. اليوم غادي نمشي باش نتريني معاها، غادي نمشي لاصال ابخي غادي نرجع باش نوجد راسي معكم حتى جايه عندي واحد صاحبتي شحال هادي ما شفتها جايه عندي من جديده باش تشوفني. حتى انا شحال هادي ما شفتها، ملي شافت عندي بروبليم وداكشي جات باش تشوفني. بون داك المشكل اللي كان عندي الحمد لله اليوم تسد وسالات سالات ليستوار وسالات داكشي كامل الحمد لله. صافي اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندير اكرون سولير ايدراتون قبل ما نمشي لاصال. ما نمشي بلا ميكاب لا شي حاجه، ولكن ضروري ما خاصني ندير اكرون سولير غير من هنا باش نخرج نمشي لاصال. كاينه الشمس ضروري خاصني نحمي وجهي من الشمس. اوكي لاكرون سولير ديال قلبي ديغماتولوجي اكرون سولير ايدغاتونت كترطب لينا البشره ديالنا او ميم طون كتحميها لنا من الشمس، واعره 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 بزاف. صافي غنابليكيها حتى على عنقي. ها هي البنات صافي دابا انا واجده باش نمشي وندوزو لا سيونس. صافي باي باي وتسناو بارتو باش نمشيو لاصال. ايوا زيدي دابا نديرو داك الروتش الليلي وداكش نحل شعري بعدا هو الاول نسرحو نمشطو ونرجع. اول حاجه غنبدا بها هو التريتمون ديال شعري اللي هو فورتي هير، هذا كنديروه كل نهار ما كيزيدش الشعر ما حتى شي حاجه، كيحبس لينا لا شوت وكيطول لينا الشعر، فيه البروكابيل اللي كيطول الشعر وكيحبس لا شوت. ها هو كنديروه كل نهار البنات ما كيزيدش الشعر ما حتى شي حاجه. دابا جمعت شعري وغادي ندوز باش نديماكي وجهي. كنديماكي انا بهذا فيه الارغان، فيه ديماكيو مخلط مع زيت ارغان ما كينشفش لينا الوجه ديالنا، هو باش غادي نديماكي وبمسحه وحده كيطير كلشي واعر واعر. ها نتوما مسحه وحده حيدت لينا كلشي.
انتم البنات شفتوا اللفه ديالو مزيت صراحه. هاد التيماكيون شحال مره كنبدلو وما كيعجبونيش وكنرجع نستعملو عاوتاني. وجهي غادي نغسلوه في صابونات ديال حليب الحماره حتى هي اللي كتحيد لينا الحبوب ولا السيكاتريس ديالو. وانا ديجا باقي ليا شي حبيبات هنايا في وجهي، هادوك اللي كانوا هنا البنات ها هما مشاو، بقات شي حاجه قليله ديال السيكاتريس. و غنوريكم التريتمون اللي كندير، يعني كنغسل بصابونه ديال حليب الحماره هي الاولى. دابا درت تقطيره لعيني حيتاش كندير لي لونتي، ضروري ما ندير تقطيره مورا لي لونتي. دابا غادي ندوزو الاقوى بروتوكول العلاج حب الشباب. حب الشباب الحبوب الرقيق اللي كيكون في الوجه، اي حبوب كيف ما كان نوعه غنوريكم انا تخليط القنبله اللي كندير. اول حاجه هي لا كريم اونتي امبيرفيكسيون، هي هذه كريم مضاد للعيوب، كان فك الحبوب، كان فك لي سيكاتريس، كانت البشره ديالك كتحمر لك، يعني البشره ديالك كيكونوا فيها دي روجور، عندك الافرازات ديال الدهون زايده على القياس. هذه لا كريم اونتي امبيرفيكسيون كتصلح للناس حتى اللي عندهم بشره دهنيه وحتى اللي عندهم جميع انواع البشره، يعني هي كتوازن الافراز ديال الدهون في البشره ديالنا او ميم طون كتعالج لنا البشره ديالنا. واللي زوين فيها سكو فاش كنديروها شوفوا ما غاديش تبقى تبري في وجهنا، دغيا كتولي مات، يعني لا بو كتماتي فينا لا بو ديالنا. شوفوا اون فوا كندهنوها في وجهنا ما كيبقاش داك ليفي بريون ولا شي حاجه، يعني حتى درناها تحت الماكياج كنتي كتبغي ان في مات، هي خطيره. شوفوا البشره كيفاش كتبان مات. فوق لا كريم غندوزو باش نديرو لو سيروم ياسيناميد ديال قلبي ديرماتولوجي، هذا هو البروتوكول دقه بطل الحب الشباب. راه ما كاينش شي حاجه كتطلع المورال قد لي كومونتير ديال هاد الناس هادو اللي كيخليو دي كومونتير زوينين. هاد البنت هادي قالت لي اول كومونتير جاتم، بغيت نقول لك يا ربي خليك ديما فرحانه ويبعد عليك شر الخلق، امين يا ربي والله يخليكم حتى نتوما ديما فرحانين وكنبغيكم بزاف وكنحمق عليكم. اول حاجه ديجا درت لا روتين ديالي ديال الليل تحت طلبكم بيان سور. دابا غادي نجي باش نبارطاجي معاكم صحابات لي سير نتا لهنا او عينين باندا عارفين هذا عيب عندنا كاملين، كنا كنسهروا مع التليفون اولا كيكون مشكل هرمونال اولا اي حاجه اولا كيكون وراثي، كاين البنات اللي عندهم لي سيغن وراثيين. مي حنا غادي نديروا واحد تريتمون اللي غادي يحيد لنا هاد لي سيغن هادو باش ما نبقاوش نخطيهم بلونتي سيغن، حيت فاش كنديروا اونتي سيغن البنات لي سيغن كيبقاو وكيزيدوا يكحالوا، وبالاخص لما كناش كنديروا اكرون. دونك حنا غادي ندوزو دابا باش نبارطاجي معكم ان تريتمون اللي كندير انا لي سيغن. كيف كتشوفوا انايا لي سيغن عندي شي شويه وبداو كيتنقصوا. اشنو كندير لهم؟ كندير لهم هاد لا كريم هادي البنات ديال قلبي ديرماتولوجي بيان سور. سي اون كريم اللي اونتي ريد اونتي سيغن اي اونتي بوش، يعني كتحيد لينا لي سيغن لي ريد وحتى لي بوش، فيها الكافيين وفيها النياسيناميد اللي كيتريتيو لينا هاد البلاصه هادي ديال لي سيغن، و او ميم طون كتهيدغاتي لنا هاد البلاصه هادي تحت العين. فوالا كنابليكيوها يعني دو فوا بار جور، كتقدري ديريها في الصباح وديري فوق منها اكرون سولير ضروري، وديريها في الليل بحال هكا من مورا ما ديري تريتمون ديالك ديال الليل ولا التريتمون اللي متبعه نتيا، تابليكيها وتنعسي حتى الصباح. دخلوا عندي دابا الانستغرام غادي نخلي لكم تصويره ديالو، غادي تلقاوه في لي بارا فارماسي ولا فارماسي في المغرب كامل. بيزوات.